بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين، فأرشد إلى طريق السنة ودل على طريق الجنة، وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى دل أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، وتركهم على الواضحة الغراء، وعلى المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الثقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على الدرب واقتفى الأثر إلى يوم الدين وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وله المشيئة الكاملة والإرادة التامة عز وجل، فهو الخالق وهو المدبر، وهو الذي يقضي في خلقه بما يشاء كيف ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة،
سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله يصطفي من خلقه ما شاء سبحانه وتعالى، اصطفى من الأمكنة والأزمنة كما أراد الله عز وجل أصفياء. فمن الأزمنة التي اصطفاها ربنا جل وعلا هذه الأشهر التي نحن في استقبالها، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، هذه الأشهر الفاضلة التي حرمها الله جل وعلا في كتابه الكريم، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، والعرب قديما في الجاهلية كانوا يحرمونها، فجاء شرع الله سبحانه وتعالى موافقا لذلك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله سبحانه يوم خلق السماوات والأرض قضاها الله وقدرها كونا وقدرها قدرا سبحانه وتعالى، فجاء شرع الله موافقا لقدره، حيث قام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقرر ما قال ربه جل وعلا ويوضح هذه الأشهر، فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته. يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان، ورجب مضر بين جمادى وشعبان، فهذه الأشهر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أشهر حرم، أشهر لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى، عظم الله حرمتها وجعل لها عند الله وجعل لها منزلة وقدرا، فعظموا ما عظم الله وحرموا ما حرم الله جل وعلا. هذه الأشهر التي ربما كان الجاهليون يلعبون فيها ويقلفون ويبدلون ويزيدون وينقصون، وهو النسيء الذي ذكره الله جل وعلا، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، كانوا ربما يأتون على شهر المحرم فيجعلونه صفرا، ثم يأتون على شهر صفر فيجعلونه محرما، لكي يبدلوا في شرع الله عز وجل ويبدلوا في حرمات الله تعالى. فأتى شرع ربنا جل وعلا وهو قول الله عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالشرع المستقيم ودين الله القويم على نحو ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأشهر الحرم هي التي ذكرها رسول الله على الترتيب الذي رتبه: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله 12 شهرا، والشهر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون 30 يوما أو 29 يوما، لا يزيد الشهر العربي الذي نتعبد لله بعدده عن 30 يوما، وهذا يبين لنا وهذا فيه دلالة على أننا لا نتحاكم للأشهر الأجنبية الأعجمية
النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أمة أمية، إنا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 30، الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 29. أما أن نحسب بشهر يناير وفبراير ومارس فهذا ليس من تعداد حساب المسلمين. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة من شأنها حساب المواقيت الشرعية بالهلال الشرعي. فالسنة 12 شهرة قمرية لا شمسية، السنة 12 شهرة في كتاب الله، في كتاب الله قالوا اللوح المحفوظ الذي كتبه الله عنده 12 شهرا، قال الله عز وجل: منها أربعة حرم، من هذه الأشهر التي كتبها الله عنده أربعة حرم، وهذا من القضاء الكوني ومن الأمر الكوني الذي قدره الله وقضاه. ثم جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشرعي، وهو ما يريد منا أن نتعبد به لله موافقا لقضاء الله الكوني، على نحو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة، قال: إن الله حرمها، قال: إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة. وهذا من باب موافقة الأمر الشرعي للأمر الكوني. قال الله عز وجل: ذلك الدين القيم، هذا شرع الله المستقيم الذي لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عنه طرفة عين. فشرع الله أحسن الشرع، ومن أصدق من الله حديثا، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك وجب على المسلمين عينا وفرضا وواجبا أن لا يحيدوا عن شرع الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال الله عز وجل: منها أربعة حرم لها حرمتها، كما قال عبد الله بن عباس، قال عليه رضوان الله تعالى، قال: إن السنة 12 شهرا اختص الله منها أربعة فجعلهن حراما، وعظم حرماتهن وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح فيها أعظم. وإن كان الذنب في كل العام حرام، إلا أن المعصية والذنب والإثم في هذه الأشهر الحرام أعظم عند الله سبحانه، كما قال الله جل وعلا في حرمة بيته الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعصية تعظم بعظم الزمان والمكان، كما أن الطاعة تعظم بعظم الزمان والمكان. والصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. والطاعة في رمضان ليست كالطاعة في غيره، كذلك الطاعة في هذه الأشهر والتي نحن في شهر حرام منها ذو القعدة، شهر حرام حرمه الله جل وعلا، حرم الله فيه الظلم، ومن أعظم أنواع الظلم الذي حرمه الله جل وعلا وجعله بين الناس حراما ظلم العبد لنفسه بالإشراك بالله جل وعلا، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، من أعظم الظلم الذي يظلم العبد به نفسه، أن يجعل لربه شريكا في ربوبيته أو في إلهيته. قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن
إن الشرك لظلم عظيم، فمن أعظم الظلم الإشراك بالله جل وعلا، أن تنعقد الآمال وأن تتوجه القلوب لغير الله، أن تعتقد أن غير الله ينفع ويضر، وأن غير الله بيده الرزق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله جل وعلا بيده الموت أو الإحياء أو النفع أو الضر. هذا من الإشراك بالله. إن استقرت هذه المعاني في قلب عبد أو في قلب امرأة ففي قلبه من الشرك بحسب نصيبه من هذه المعاني، أو أن يكون مشركا بالله في إلهيته، أن يخاف من غير الله، أو أن يتوكل على غير الله، أو أن يثق في غير الله، أو أن يتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، فضلا أن يذبح لغير الله، أو أن يطوف ببيت غير بيت الله سبحانه وتعالى. فهذا من الإشراك بالله، لأن من كمال التوحيد ومن كمال إفراد الله بالعبادة أن لا تتوجه بشيء من عبادتك القلبية أو عبادتك الظاهرة لغير الله عز وجل، على نحو ما قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة، قال: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإن توجهت بعبادة قلبية لغير الله فهذا شرك بالله، أن تثق وتتوكل على غير الله، أو أن تخاف من غير الله خوفا يمنعك من طاعة الله، أو أن تتوجه بعملك وتريد غير الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من الشرك الخفي الرياء، أن يقصد العبد بعمله غير الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أنواع الشرك أن تتعبد بشرع غير شرع الله، وأن تتخذ أندادا مشرعين يحكمون بغير شرع الله فتسمع لهم وتطيع، هذا من الإشراك بالله، على نحو ما قال النبي لعدي بن حاتم لما دخل عليه وهو يتلو قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي: ما عبدناهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فمن أطاع أحدا في معصية الله، من أحل شيئا بكلام أحد وإن أشير له بالعلم وهو حرام، أو حرم شيئا من دين الله وهو حلال وهو يعلم، فهذا من الكفر بالله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أحل حراما معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، أو حرم حلالا معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، فهو كافر. فهو كافر أن تحل ما لم يحله الله، أو أن تحرم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. فمن تمام توحيدنا لله ألا ننقاد وألا نوالي إلا الله وإلا رسول الله وإلا المؤمنين الذين ينتهجون شرع الله وشرع رسول الله. لذلك حذرنا ربنا جل وعلا من الميل إلى أعداء الله من الكافرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن تمام توحيد العبد لربه ومن تمام علامات الإيمان أن لا يوالي العبد إلا الله ورسوله وعباد الله المؤمنين. إنما وليكم الله والذين ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. لا يجوز لإنسان أن يستمع وأن يطيع لعبد في معصية الله عز وجل مع دعوى أنه مضطر. هذا ليس
ليس فيه اضطرار، لا سيما إن كان ما تسمع فيه وتطيع ينزل الضرر بخلق الله. نفسك ليست أعز من أنفس المخلوقين، بل على الإنسان من تمام إيمانه أن يقدم ما يحبه أخوه كما يقدم ما يحبه نفسه. ومن علامات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عبد الله بن حذافة وكان فيه طرفة، كان يحب المزاح، فقال للصحابة اسمعوا له وأطيعوا، فما كان من عبد الله بن حذافة السهمي إلا أن أمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أضرموا فيها نار، فأضرموا فيها نار، فقال ادخلوا فيها، ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا ما آمنا برسول الله إلا نجاة من هذه النار، والله لا ندخلها حتى نرجع إلى رسول الله. فلما رجعوا قال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، وعلى المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية فلا متابعة في الباطل، ولا متابعة في الكفر، ولا في النفاق، ولا في المعصية. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابع والمتبوع في نار جهنم لكونهم خالفوا أمر الله، خالفوا الدين القيم، خالفوا شرع الله المستقيم. لا سمع ولا طاعة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن تمام محافظة العبد على نفسه، ومن تمام عدم ظلم العبد لنفسه، أن تريد بأعمالك وجه الله. وهذا هو الإخلاص كما عرفه العلماء، أن تنسى الناس وأن تنظر إلى رب الناس. نسيان رؤية المخلوق بدوام النظر إلى الخالق، أن يكون العمل نابع من قلبك تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والعمل لا يكون صالحا، لا يقبله الله جل وعلا إلا إذا كان على إخلاص وعلى متابعة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما قرأنا وسمعنا عن هذا القانون الذي ربما يثلج الصدر، ربما يدخل على من يحب الله ويحب طاعة الله السرور والبهجة والفرحة، وهو قانون منع الشيشة في المقاهي، قانون أصدر على حين غرة وفي فجأة من الأحداث أن منعت الشيشة من المقاهي. وهذا مما يفرح المؤمنين بفضل الله عز وجل، لأن المؤمن إنما يفرح بطاعة الله، يفرح إذا ما أطيع الله وإذا ما محيت معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن انظروا إلى الدوافع التي دفعت إلى سن هذا القانون. هل منع الشيشة من المقاهي لكونها حرام، وأن شرب الدخان حرام في دين الله عز وجل، وأن المتاجرة بالدخان حرام في دين الله عز وجل؟ ما فعلوه لذلك؟ ويا للحسرة والأسف على أعمال كانت تفتقد إلى نية حتى يؤجر أصحابها عليها بثواب من عند الله. ما منع الشيشة إلا من أجل أنها وسيلة لنقل فيروس إنفلونزا الخنازير أو كما يزعمون أو نحو ذلك، منعوا الشيشة، فمنعت الشيشة بجرة قلم، منعت الشيشة من المقاهي والدعاة إلى الله كم نبحت أصواتهم من أجل ذلك. الشيشة حرام والدخان حرام والمخدرات حرام، وأنى للمستجيبين، أنى لآذان صاغية، فلما سنك قانون رسمي استجاب الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين النوايا الصالحة في الأعمال التي في ظاهرها صالحة؟ الأعمال الصالحة تفتقر إلى نية صالحة، كما أنها
تفتقر إلى متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا بد من النية. فالنية ركن ركين، عمود من أعمدة العمل الصالح المقبول، وعمدتنا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقول من تمام الجهل والخيبة والخسران أن تعمل عملا صالحا ولا تريد به الله سبحانه وتعالى، ولو كان من أفضل الأعمال، ولو كان الجهاد في سبيل الله، ولو كان إزهاق روحك وإهراقة دمك، إن لم يكن لله هذا مردود عليه. وإن كان حفظ القرآن، وإن كان صعود المنابر والدعوة على حد ما يزعمون إلى الله، هذا إن كان لله دام واتصل، وإن كان لغيره انقطع وانفصل. هذه الأعمال التي في ظاهرها الخير لابد أن تكون النية فيها صالحة، وأن تكون النية مقدمة لله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر، أن تكون النية مقدمة في ذلك على العمل. ربما يسأل الكثيرون، وهذا على حد ضيق، لماذا يتكلم كثيرا، يدعو كثيرا، يقرأ قرآن كثيرا ولا يستجيب له الناس؟ راجع نيتك، هل أنت تريد بهذا العمل الله سبحانه وتعالى أم تريد وجاهه؟ بعض الناس يظن أنه بهذه الشهادة أو الورقة التي أخذها إما من جهة رسمية مثلا، أو من محفظين القرآن ما يسمونه بالإجازة، الإجازة القرآنية، لكونه أخذ إجازة قرآنية، ظن أنه بلغ أعلى المناصب، ظن أنه الإمام الكسائي عليه رحمة الله تعالى، أو شعبة أو حفص أو حمزة أو كبار القراء، ثم أخذ تطاول على خلق الله. هذه الورقة لا تغني عنك من الله شيئا إن لم تكن نيتك صالحة. كان السلف الصالح ما يعرفون هذا الأمر وما ينشغلون به. كان الرجل ربما يحفظ القرآن وما يدري به من حوله، وربما يفقه الفقه ولا يدري به من حوله. وكان الرجل ينام مع امرأته على السرير فيبكي فيبل ما تحت رأسه من دموعه، ما تشعر به زوجته. من أعجب ما تسمعون وتقرؤون عن هذا الرجل الذي يقول: لو أعلم مكانا أصلي فيه لا يعلمني فيه ملكاي لذهبت إليه. لا يراه الملكان يذهب إليه، ليكون عمله خالص لله سبحانه وتعالى، ليكون عمله خالصا لله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فمن تمام الظلم الذي يظلم الناس به أنفسهم إرادة غير الله في الأعمال، أن تكون نيتك مشوبة برياء، بحب ظهور، بحب مدح أو مخافة ذم أو نحو ذلك، فهذا من الرياء. أنت تضيع وقتك وتضيع جهدك وربما تضيع أموالك مقابل لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من مراجعة النوايا، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي نعتبرها بمثابة محطات إيمانية. هذه الأزمنة الفاضلة، أزمنة الأوقات المحرمة التي لها عند الله فضل ومكانة، أن تراجع نفسك، أن تراجع نفسك. وإلا في من تمام الظلم أن لا تقف مع نفسك تحاسبها على ما فعلت. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفره.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن تمام ظلم العبد لنفسه أن ينحرف عن طاعة ربه جل وعلا وأن يقصر فيما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذا من أعظم الظلم، لأن الله عز وجل بيّن أن من أعظم ما يتقرب به إليه هو ما افترض على عباده. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فمن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى، والتي من أعظمها بعد توحيد الله أن يحافظ العبد على الصلوات، الصلوات الخمس التي افترضهن على عباده سبحانه وتعالى، وفرضهن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك إيتاء الزكوات، الزكوات الواجبة على أصحاب الأموال وعلى أصحاب الأراضي التي بلغت النصاب الشرعي. فهذا لا نقول للناس يعني من باب الاستحباب أخرجوا زكاة أموالكم، وإنما نقول من باب التأكيد ومن باب الفرض عليكم أن تخرجوا زكاة أموالكم إذا بلغت النصاب الشرعي، حتى يكون هناك كفاية ونوع من المواساة الاجتماعية بين الأغنياء وبين الفقراء. ربما في كل مكان تسير فيه تجد المعوز والمحتاج، وتجد الذي به حاجة وفاقة والمريض، وهذا ربما من سبب أو بسبب بخل الأغنياء، بسبب عدم إخراج الزكوات الشرعية، التي نقول والله ربما في كل منطقة من المناطق أو في كل بلد من البلدان لو اتقى الله أصحاب الأموال وأخرجوا زكاة أموالهم على النحو الشرعي ربما لا نجد فقيرا، ربما لا نجد معوزا، ولكن البعض يضحك على نفسه، وربما يتحايل على ربه سبحانه وتعالى، ربما يظن أنه بإخراج جنيهات معدودات في بناء المسجد الفلاني أو في تصليح أسواح الطريق الفلاني أنه أخرج زكاة ماله. هذه ليست زكاة، أنت لابد أن تحسب زكاتك على نحو ما شرع الله، تحسب مالك كم تملك من الأموال وما هو النصاب الشرعي وما هو نسبة الزكاة فيه. في كل 1000 جنيه 25 جنيها، كم تملك من الآلاف؟ في كل 1000 25 جنيها. فإن كنت تملك 1,000,000 جنيه فاضرب هذا المبلغ يخرج لك الزكاة الشرعية. كذلك الذين يزرعون والذين يملكون الأبقار والأغنام وغيرها من أنواع الزكوات عليهم أن يتقوا الله، وإلا فأنا أقول قبل أنك قد ظلمت الفقير أنت ظلمت نفسك، أنت ظلمت نفسك، فالله عنك غني، والله سيكفي الفقراء والمعوزين، فالفقراء عيال الله. والله عز وجل بين في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح القدس قد نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. أنت المحتاج، أنت الذي تحتاج، الله لا يحتاج إليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكذلك الفقير سوف يغنيه الله سبحانه وتعالى. ماذا بك لو أتيت بين يدي ربك جل وعلا وسألك عما أعطاك من مال، حينما تمثل لك هذه الأموال في صورة شجاع أقرع ثعبان عظيم يطوقك يوم القيامة ويقول:
أنا مالك، أنا كنزك، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل تظنون أن أبناءكم سينفعونكم الذين تؤمنون لهم المستقبل؟ والله لن يغني عنك أحد من الله شيئا. نقول من تمام الظلم كذلك المتبرجات التي ملأنا السهل والوادي، هذا من ظلم المرأة لنفسها ألا تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أتشكين في رزق الله عز وجل أيتها المتبرجة أنك لن تتزوجي إلا بالتبرج؟ نقول أن الزواج هذا رزق من عند الله، ورزق الله لا ينال إلا بطاعته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت تسعين لمرضاة من؟ حتى يتكلم عليك الرجال، حتى ينظر إليك الرجال، أنت ترضين الرجال، وهذا أمر محرم في دين الله سبحانه وتعالى. أن تخرج المرأة هكذا ينظر لها هذا وذاك، هذا حرام في دين الله، وتظنين بعد ذلك أن الناس سيرضون عنك؟ والله لن يرضى عنك الناس، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. لذلك نجد بحمد الله حتى الشباب الذين هم كما نقول ليسوا بملتزمين، إذا أرادوا أن يتزوجوا يبحثون عن المرأة المتدينة، المرأة الملتزمة، المرأة العفيفة الحيي، المرأة المنتقبة. وربما تجد الشاب والله لا يصلي ومع ذلك يسعى لكي يرتبط بفتاة منتقبة، هو لا يريد أن يرتبط بهذه المتبرجة المتسكعة التي تمشي على هذا النحو. فخروج المرأة من بيتها متبرجة ظلم لنفسها. التعامل بالربا وشرب المخدرات وسماع الأغاني، هذا كله من الظلم الذي ظلم الناس به أنفسهم. لذلك حل للناس ما حل من عاجل عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال الله: ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض وليس كل، فكيف لو أذاقنا الله كل الذي عملنا، كل الذي عملنا، كيف لو جازانا الله على فعلنا لأهلكنا الله سبحانه وتعالى. وما أرحم الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم حرام في كل وقت ويتأكد في هذه الأوقات. نقول: أما آن للقلوب أن ترجع إلى الله؟ أما آن للنفوس أن ترجع إلى فاطرها وخالقها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما كفانا معاصي؟ جربنا المعاصي وجربنا التقصير وشربنا وارتوينا من شؤم المعاصي، من قسوة قلب ومن ضيق في الأرزاق ومن معاملات سيئة في البيوت بشؤم المعصية. ألم يأن للذين آمنوا جميعا، بداية ممن يتولون الأمور مرورا بالعلماء إلى أولياء الأمور إلى الأزواج والزوجات والشباب والفتيات والشيوخ والأطفال، أما آن لنا أن نرجع إلى الله؟ أليس هناك لحظة إيمانية مرت بأحدنا حتى يجلس مع نفسه ويقول لنفسه: أترضين يا نفس أن تلقي ربك على هذا الحال، على هذه المعصية؟ شيخ كبير يجلس على مقهى، أيرضى أن يموت على هذا الحال؟ فضلا أن يجلس أمام مسلسل فيه من المتبرجات ما فيها شيخ. عيب عليك أيها الشيخ، أما تستحي من شيبتك؟ أما تستحي أنك قد شبت وقد يعني دنوت من الموت؟ فأعمار أمة النبي بين 60 50 و60، وقليل من يتجاوز ذلك. يقولون: كان الرجل من السلف إذا بلغ 40 سنة جلس وطوى فراشه ينتظر الموت، جلس ينتظر الموت، فكيف بابن 50 وابن 60؟ كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، توشك أن تصل، توشك أن تموت، كفاك هذه المعاصي وهذا التفريط؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم
تفسيره. أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة، إن أحسنت فيما بقى غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقى أخلت بما مضى وبما بقى. أيها الشاب، أيها الشاب، كفاك تسكع وكفاك بعدا عن ربك جل وعلا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه المصيبات وهذه النوازل التي تنزل بأمة الإسلام، ألم يعني تفق واحدة منها؟ ألم تجلس مع نفسك حتى تنظر على أمة الإسلام التي استبيح حقها والتي صارت كالطعام على موائد لئام يهود ونصارى وشيعة وصوفية تلمع في هذه الأيام؟ يخرج الشيخ فلان ويجلس في حلقة طويلة عريضة يتكلم فيها عن تراجم الصوفية، وفلان العلاني هذا من كبار أهل الصوفية وكان وينبغي على الناس أن يسيروا سيرته وأن يحتذوا حذوه وأن ينقادوا به ونحو ذلك من هذا الكلام السيء الذي ما منيت الأمة بالهزام إلا بسببها. اليوم مصر يعني يسعون إلى تشييعها حتى تكون دولة شيعية مرة أخرى، ناهيك عن الغزو الفكري وهذا الكم الهائل من الغزو الإعلامي الإباحي الجنسي الذي يسعى إلى نشر الفساد في أمة الإسلام. ألم يأني لنا أن نتحرك؟ الكل، الكل مستعد والكل يبذل على نحو ما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لما رجع أبو سفيان يعني الإبل والغنائم في من غزوة بدر، لما رجعوا من ذلك ما كان لهم إلا أن رجعوا أنفسهم، قتل محمد عظماءنا فنقف هذا المال على حرب محمد عليه الصلاة والسلام. فينزل الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أليسوا يتناصحون فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الكفرة يتناصحون بالصبر على آلهتهم الباطلة. قتل رجل ودخل النار في ذبابة قربها لصنم، يعني كيف أنت تترفع أن تقتل في سبيل الله؟ هذا شرف عظيم لا يناله كل الناس، كيف لو مت في سبيل الله؟ الموت موتة واحدة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحدة، تعددت الأسباب والموت واحدة. يا عباد الله، هذا الدين ألم يحرك في قلوبنا شيئا من الغيرة؟ ألسنا ينبغي أن نكون حراس العقيدة؟ حملت الدين، هذا الدين ما وصل إلينا إلا على أشلاء أناس وعلى جماجم آخرين. أوذي رسول الله وطرد من بلده، والصحابة كذلك، والتابعون، ومات في هذا الأمر أناس. في الحديث ضرب الإمام أحمد بالسياط، كما قال بعضهم: لقد ضربت أحمد بن حنبل ضربا لو ضربته فيل لهده، وما أعطاهم ما قال عليه رحمة الله تعالى. كان معه في القي شاب يسمى بمحمد بن نوح عليه رحمة الله تعالى. يقول الإمام أحمد: مات محمد بن نوح وما أعطاهم ما يريدون، وما أعطاهم ما يريدون، فدفنه وصلى عليه. مات في هذا الشأن أقوام، وسجن من أجله آخرين. لماذا هذه الميوعة؟ لماذا هذا التضييع لدين الله سبحانه وتعالى؟ كيف بنا إن وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألنا: ماذا قدمتم لدين الله؟ ماذا قدمت أيها الأب، أيها الأم لدين الله؟ أربيت ابنك على حب الدين وحب البذل في سبيل الله؟ ماذا عليك لو مات ابنك أو سجن أو اعتقل في سبيل الله؟ ماذا عليه؟ يأتي في ميزان حسناتك بإذن الله، فضلا أن تموت أنت أو أن تسجن في سبيل الله. أفضل منك سجن وأفضل منك قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين،
سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيمكن المؤمن أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن المؤمن حتى يبتلى؟ ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكن الله لهم، مكن الله عز وجل لهم، زيدوا من الضرب أو زيدوا من النار. لا يملك الروح إلا الخالق الباري، لا يملك الروح إلا الخالق الباري. فالدنيا لا تساوي أن نبكي عليها، والله الدنيا لا تساوي شيء. وكل إنسان له أجل محتوم، لا يقدم هذا الأجل ولا يؤخره شيء. فأن تموت بعز، أن تموت على دين الله شرف، وأي شرف. ولست أبالي حين أقتل مسلما، حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، كان في الله مصرعي. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. هذه أمور لم بغي أن تفار في وسط المسلمين، أن تفار في قلوبنا، لا سيما في هذه المواسم. وشهر ذي القعدة من أشهر الحج باتفاق العلماء على نحو تفسير قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال غير واحد من أهل العلم أن أشهر الحج هو ذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة، فهو من الأشهر الفاضلة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السبت في يوم 25 من ذي القعدة لأداء حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فنحن في أزمنة فاضلة، من يوفق الله عز وجل، من وفقه الله لأداء مناسك الحج فنسأل الله أن يتقبل منه، ومن لم يوفق لذلك فعليه أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. من لم يحج بيت الله لأنه منه بعيد فليتوجه إلى رب البيت، فإنه أقرب لمن دعاه من حبل الوريد. ومن لم يوفق للوقوف بعرفة فليؤدي حق الله الذي عرفه، ومن لم يذبح هديه بمنى فليذبح هواه ها هنا، فليذبح هواه ها هنا. فعبوديتنا لله لا ترتبط لا بزمان ولا بمكان. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه مرضا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح شيوخ المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا في اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.